السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما شفت مجلس العز ومجلس النوماس ومجلس الفخر ومجلس الصخاء ومجلس الطيب، مجلس الشيخ ركان ابن سعود ابن محمد الفرحان الأيدع أمير الفوج 38 منطقة نجران، وبجانبه سعد ابن عبد الهادي الشملاني والاخ حاكم المدحل الشملاني، هارت قريحتي بهذه الابيات. والشيخ ركان يستاهل الكثير من القصيد، المواقف المشرفه ومواقف شيوخ يفتخر بهم ونفتخر بهم وجميع يفتخر بهم. اخوان بقشه، البارحه يا ابو حسن يم نجران اشوفكم عند الشيوخ العريبه، أشوفكم عند أبيض الوجه ركان شيخ تطيب الناس من زو الطيبة، من روس قوم مجدهم عبر الأزمان تاريخهم بالطيب كل دريبة، ثلثة محمد طير شلوى وفرحان وسعود أبوها اللي ينوم الصحيبة، مزبان من حد زمانه ومن شان منصب عيد الدار ولا قريبة، إخوان بقشة يوم روغات الأذهان من لاذ فيهم ما يشوف الغليبة، هل الزعامة يوم للخيل فرسان زبن الدخيل اللي يدوره طليبة، هل الحفيرة ما على القول بهتان قصرا يبشر بس تعد من يجيبه، من صل فخر والعز لقلت يديان اخوان بقشه متعبين النجيبه، هل الفعول مرجحت كل ميزان يوم الظروف الكايده والصعيبه، لهم مواقيف وبصمات واحسان وقول بدون اثبات وش بغيبه معيض الشملان.